لعب في لايف. هاي اصبري بس 5 دقايق. حطي باك حقك جوا الكيس. هاي قلت لي وحطي جوا الكيس. جيبي تاكسي ليه؟ هاي حجيب تاكسي بس انا في لايف. اصبري شباب عجلوا سريع سريع. ها هقولنا الزيت ده والشمار ده سريع سريع. شمارات وليس شمار. الله اكبر الله اكبر والعز للسودان. سريع سريع بس دوروا اللايف دوروا اللايف دوروا اللايف دوروا اللايف سريع سريع. شرك 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 شرك. ها هقول الزيت ده نمشي على الحيطة عشان ما تجيبني. هاكم هاكم هاكم. يلا يا شباب سريع سريع. عشر بس لايف 10 دقائق اصلا ما تزيد. ده ما يام لايف ده ما اللايف بيشغلوك تشتغلوا كثير. عجل عجل هاكم استلموا النظيفه دي. الله اكبر الله اكبر والعز للسودان. الله اكبر والموت للجنجبيل. الله اكبر الله اكبر. الناس القاعده يا دوب دي 300 نفر. يلا يا جماعه كل واحد 20 شير يا جماعه عشان اللايف ينتشر والمعلومه تصل. كل واحد 20 شير. شرك 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 وتعالوا راجعين. الله اكبر يا اخي عنو الجديد ده جديد ما كبس يا جماعه. البلد ما رجعت يا جماعه. بلد رجعت يا الشعب السوداني بل في كل مكان بل في كل مكان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يلا يا جيش ها هالناس القاعده شرف 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 شرف. لايفكم ضعبان ضعيف 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 ضعيف. ده ما لايف بيستاهل يدوكم في زيت. كتمت والله في كل مكان. فتكت كتمت وكتمت ثم كتمت. هاك استلم النظيفه يا جيش. هوي انتوا البارح ما شيرتوا اللايف 300 شير يا اخي. وين الناس ال 1000 شير وال 2000 شير؟ وين الناس اللي بتجدع في كل مكان؟ الله اكبر يا اخي الله اكبر والعزه للسودان. بب 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 بب. انا والله في محل في محل من الفرحه دار اطير. دار ابشركم معاي دار افرحكم معاي. انا ما انا في الشارع ما قادر اشتغل لايف براحه. اللايف اللي انا بعرفه لانه الوصني ده كت مجدد. الوصني ده بل جدد. الوصني ده داير لي زول كورك باعلى حسه باعلى حسه يفرحكم يبشركم. دار افرح الشعب السوداني. امهاتنا في مصر ابشرا ابشرا هانت وحترجعوا. امهاتنا في الخليج ابشروا. امهاتنا في تشاد ومعسكرات النزوح واهلي في الجنينه ابشروا. انتوا راجعين اهلي الهسي في يلا شباب سريع سريع. 10000 انا الليله دار ارجع ل 10000 شير 10000 شير. ده ابشروا يا شباب. بشريات ساره اخبار طازه هسي الان هسي الان. الله اكبر الله اكبر. الله يا شباب دي الف ال 1300 1300 1300 شير 1400 شير. اجروا اجروا سريع سريع. لايفك بيقطع. هاي لايفي مضروب لايفي مضروب. ما بضربوا بضربوا اللايف بضربوا سريع سريع. ما دارينا نتكلم. اجروا يا شباب اجروا اجروا. كتمت 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 كتمت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. البلد رجعت يا ناس. بلد رجعت البلد رجعت. دار 1700 شير سريع سريع يا جيش سريع. 1700 شير سريع سريع. اجروا اجروا اجروا. كتمت والله مستعجل. ودار ركب تاكسي شايل لي عفش. لكن قلت ابشركم معاي افرح الشعب السوداني معاي افرح كل الشعب الصامد الشعب الصابر. عشان كده اركبوا اللايف ده الشير اركبوا شير زي زمان يا جماعه. الصفحه مدمره. صفحه لها شهرين واقفه 6 شهور واقفه. 1200 بل يا اخي فتق ومتق يا اخي. اركبوا اللايف ده الشير وتعالوا راجعين. اركبوا اللايف ما تخلوني كورك في نص السوق. ما تخلوني كورك في نص السوق. اركبوا اركبوا اجري اجري اجري. والله شمارات حاره شمارات حاره. الله اكبر الله اكبر. لسه يا شباب انا الليله كان ما رجعت اللايف ده زي زمان. الصبحه لها 6 شهور مقفله. كان ما رجعت اللايف ده زي زمان. ابو رهف كبس. قولوا لنا ابو رهف جاكم يا ناس الفيسبوك. جاكم ابو رهف. كتمت يا اخي بتقوم ما تقوم. لسه عدى 2500 2500 اركب لسه. كان ما الله يبدأ تعدى حاجز الثلاثة. ما تقول لي يقول حاجة. خشمي ما بفتحه. الناس تشير خشمي ما بفتحه. قسما بالله ابشروا بالخير ابشروا بالخير. الاعلام المضلل المنافق لميليشيا جنجويد بحاول يخزلكم ويقتل الفرحة فيكم يا ناس. ده مش انتشار ده مش انتشار ده انتصار عديل. ده انتصار عديل في كل مكان. ده انتصار في كل مكان. شباب لسه لسه اللايف بس يتجاوز حاجز الثلاثة واتكلم بس سريع سريع. يتجاوز حاجز الثلاثة ونتكلم. انا ما يا جماعة انا مركز على جيشي في الشارع. جيشي دايركم كلكم تشيروا بالصلاة على الحبيب.
تمينا الثلاثة قربنا الباقي 100 نفر بس باقي 100 ونكشح يلا اللفة الأخيرة بل يا أخي هنا السودان هنا مقبرة القزاة هنا مقبرة الجنجويد اركب ثاني شير سريع اللفة الأخيرة ونجي راجع اللفة الأخيرة يا جماعة ايش حتكون الشير في حدا يا جيش 3000 عشان يا جماعة والله انتوا بتوصلوا المعلومة للشعب السوداني انتوا بتفندوا بشيركم أكاذيب الجنجويد انتوا بشيركم بتخدمونا في توصيل الرسالة نحن ما ناس منظمين ما عندنا قرى فكتورونية زي الجنجويد ما عندنا دول بشيدين لنا نحتمل عليكم انتوا كشعبي في الشير عشان كده بنقول لك قبل ما تشوف اللايف شيروا وقبل ما تشوف اللايف اركبوا انا واقف في الشارع ده عشان ابشرك عشان اطمنك عشان اوريك انه البلد تحررت عشان اوريك انه الخرطوم رجعت عشان اوريك انه ما دركش العشاء الا الشير والله الا اشوقكم كده ما دركش العشاء الا اشوقكم لسه 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 نتم الاربعه قربت الصلاه على الحبيب ما شاء الله ما شاء الله والله الصفحه ما اسحرها زي كانه ما حصل لها حاجه زي كانه الصفحه ما كانت مقفله 6 شهور ما شاء الله 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 اول حاجه كتب الله اكبر الله اكبر ومبروك قربنا نتم الاربعه ونكشح نتم انا ارجع زي زمان داير صفحه حديد ترجع زي زمان فتك امتك فتك امتك 7000 لايفات ما شاء الله تبارك الله حكم دي الله اكبر ابشروا يا الشعب السوداني ابشروا بالخير ابشروا بالخير ابشروا بالخير ابشروا بالفتك والمتك قربنا قربنا جيش الشير الله يسعدكم انا داير 1500 شير داير لما اجي مارق القى الشير البارح الشير 2270 داير 1500 شير 1500 شير 1500 شير في الصفحات ارجعوا يا ناس دي بلدكم قاتلوا في الميديا قاتلوا بشرف قاتلوا في الميديا دي الميديا دي بالمناسبة حربها لا تقل ضراوة عن الحرب في الميدان عشان كده تلقوا الانصراف شيرولو تلقوا أبو الذهب شيرولو تلقوا بسيوني شيرولو تلقوا محمد الشرطي مصطفى شيرولو تلقوا أي زول واقف في خط الميديا دي شيرولو لأنه نحتوا ماسكين جبهة كبيرة انتوا ماسكين جبهة كبيرة أول حاجة أنا بشركم خلاص دي 4000 ما قصرتوا أمسك الفتك ده أمسك الفتك ده أبشركم يا جماعة قسما بالله العظيم والآن من الميدان الجيش في محور مدني قالوا نحن ما بنقيفوا إلا مدني جوف أسمع الكلام ده كويس خد بشرة سارة لحليف الجزيرة وللشعب السوداني أسمع الكلام ده الجيش في محور مدني قال ما بيقيفوا إلا مدني جوف جيش شغال كاسح 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 ماشي قدام بنظف ركب 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 مدني جوف وأبشركم كل ما أشيح في الميديا عن إنه الجيش انسحب على خالد دعامة محمد خليفة من المصطفى بتاع الجيلي لا أساس له من الصحة نعم كان في خطأ كان في كمين استشهدوا بعض الناس يحصوا بأصابع الأيادي من الحركات المسلحة حركات الكفاح ومن الجيش السوداني لكن ما زالت القوات المسلحة المصطفى عاصرة كدي أبشركم أقدر النظيفة اللي انت ما سمحت بيها والله دي كبيرة خلاص تمو خمسة دي انت ما سمحت بيها دي ما سمحت بيها دي جديدة كرت كرتون هسه غير بتاعت مدني كيك اللي قال لك سقط الفا والله كيك لباس امه ما يسقطوا العفن الماي اللي يقولوا نحن لك هاك دي جديدة تمو الخمسة ونكشح دي ها ابشركم تمو الخمسة بالشير ونكشح دي هاك دي جديدة كرت كرتون نرررر انبشقت من ورا انقدت من ورا انقدت تميتوا الخمسة يلا داير 5000 شير أول حاجة أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم المشترك الآن على مشارف الجنينة المشترك بل للجنجويد في الجنينة بل بشرة شارة لأهالي في دارفور المشترك الآن تعدت كومبوس تعد المشترك الآن تقاتل الجنجويد في أطراف الجنينة أدعو له بالنصر أدعو له أقيفوا معها أدعو لقواتكم المشتركة أدعو للأبطال أدعو للشرفاء التحرير في كل مكان المد بشري جيش في كل مكان مشتركة في كل مكان المشتركة الآن أوشكت على الدخول إلى الجنينة دعواتكم لهم أبشركم أسمع دي جيشكم في بحري دي شي كلها جيش خلي جيشكم ما بيرجع زي زمان جيشكم بيرتكز وبيتقدم بحري كلها جيش الحلباية كلها جيش أبشركم الخرطوم كلها ارتكازها الجيش متقدم يا جماعة الجيش متقدم الجنجويد الكذابين الطلاصين حيجيبوا لك فيديو لأسير أسيرين لكن هم مكسورين هم انتهوا هم دمروا الجنجويد السودان سيرجع السودان سنرجع لديارنا شيروا يا شباب وامسك النظيف خلينا نتكلم السلام عليكم والسودان
اكرم الشعب والله معروف انه سودانيين بدون اي مجامل. انا ما اعرف الاخ اول مره اشوفه. الله يسلمك. انا اقول لك اكرم الشعب مثل ما في مقوله قالها واحد كويتي قال اكرم الشعب الموجودين في العرب هم السودانيين. الله يسعدك. والله يخليك. الله يسعدك. الشعب ده يا جماعه دول ماشي بس يا خشه معي في اللايف. خشه معي في اللايف. شباب شيروا يا جماعه شيروا. شيروا يا جماعه الناس تشير لسه كتر خيرك يا غالي. زول كده بس فرحه شافني بتكلم في نص الشارع. ها قال لك امسكوا شيروا يا جماعه اللايف ما يبرد شيروا. شيروا امسكوا النظيفه دي استلموا النظيفه دي استلموا النظيفه دي يا جماعه. الليله العطا العطا عبر كل الكباري. العطا الليله من الميدان والبرهان في الميدان وكل غاده القوات المسلحه في الميدان. اللايف اتضرب ولا شنو يا جماعه؟ اللايف اتضرب ولا شنو؟ وابشروا ابشروا والله بحري كلها جيش والحلفايه كلها جيش وبين الاشاره وبين الاشاره وجيش مش قدروا بحري قدري كده بس عمارتين عمارتين. ما تسمعوا الاكاذيب والنفخ والتزييف بتاع الجنجويد والعنصريين. نحن انتصرنا وبنحرر البلد. ابقوا عشر على بلدكم ولا للعنصريه لا للقبليه لا للجهويه. توحدوا في الوحده قوه. توحدوا ربنا يرحم كل الشهداء سقطوا ويشفي الجرحى. النصر ده مسطر بدماء الشرفاء زي ما شفتوا. وللجنة البطل وللجنة الفتح الطريق البطل وللجنة. ربنا يا اخي يا اخي شوفوا شوفوا التاريخ يسطر امثال البطل وليد وحامد في الميدان. اكلموكم حامد الجامد دخل الميدان. حامد الجامد دخل الميدان. مبروك يا الشعب السوداني. الشعب ده كله بيتمنى فناء الجنجويد. الشعب ده كله ضد الجنجويد. شفتوا الناس الفرحه البدائيه بطريقه عفويه في مصر مع انه منعوا في مصر ممنوع التجمعات. شفتوا السودانيين طلعوا فرحوا كيف. شفتوا امهاتنا بقولا جيشا واحد شعب واحد. شفتوا فرحه الشعب السوداني في المعسكرات بتاعت النازحين بالانتصارات. ده الشعب السوداني كله خلف جيشه. كلنا بنكره الجنجويد لانهم قتله لانهم مرقه لانهم مختصبين. عشان كده لا جنجويد في السودان بعد اليوم. طوي صفحه الجنجويد طويناها والى الابد والحمد لله. في فاشر السلطان انكسر شوكه الجنجويد وفي فاشر السلطان ذات السفر الى السماء ذات البروج اتحطمت اسطوره الجنجويد. وفي كل السودان العاصمه دي ما فيها حاجه هي عباره عن جيوب بينظفوا فيها عباره عن كلاب وشفشافه وحراميه. الدعم السريع انتهى والى الابد. ابشروا واستبشروا خيرا انتصرنا ايها الشعب العظيم. شكرا لكم. جيش واحد شعب واحد مشتركة فوق. النصر للقوات المسلحة والموت للجنجويد. استودعكم الله تضيع ودايعه. استودعكم الله. التحية لقوات الشعب المسلحة التي تقدم الشهداء في سبيل هذا الوطن. والتحية للمشتركة التي تقاتل وتناصر القوات المسلحة في كل مكان. ربنا يحفظهم ويشفي جرحاهم ويرحم شهداءهم. جيش واحد شعب واحد. ابقوا طيبين. قربنا خلاص والله نحتفل بالنصر. اقسم بالله الاحتفال بالنصر قبل شهر. شهر ده شهر ده كثير. شهر كثير ترجعوا تحتفلوا في قلب الخرطوم. حدايق 6 ابريل غاعة الصداقة المقرن تو. الجيش جوا توتي يا اخي. الجيش جوا توتي. الجيش جوا توتي. الباقي زنجبيدي اثنين ولا ثلاثة قاعدين لهم في حفر الدخان. الجيش جوا توتي يا اخي. توتي يا اخي. مبروك يا الشعب السوداني. الجيش جوا توتي. والمشتركه جوا الجنينه. جيش جوا بحري. جيش جوا الحلفايه. جيش واحد شعب واحد. لقيت دمك طيبين. انا ماشي مشاورين بس.